من وجهة نظرك يعني. اعتقد الصفقات الجديده اللي الاهلي ابرمها هيكون لها دور مهم جدا، لكن برضو في جزء مهم جدا على كباتن الفرقه اللي هم يعتبروا اولاد النادي او اولاد النادي فعليا. محمد الشناوي، ايمن اشرف، وليد سليمان، اعتقد الفتره، وعلي معلول باعتباره واحد من اللعيبه المخلصه جدا للنادي، اعتقد لازم يكون لهم دور مع موسيماني مع كابتن سعد الحفيظ. لازم يعني في بعض اللعيبه في الفرقه، واحنا مش عايزين نتكلم عن اسماء، لازم تاخد بالها من مكانها كويس جدا، لان الفتره اللي جايه معايا ده هيجي ازاي؟ لان انت هيبقى عندك السكواد كامل. حلو. الاضافات اللي جايه الست لعيبه، الاربعه والاثنين راجعين لك من اعاره، في لعيبه معينه هي عارفه نفسها بالاسم، اعتقد اماكنها صعب جدا يبقى لها مكان بالمستوى اللي هم بتظهر بيه. صعب جدا ان انت تحافظ على مكانك مع وجود اسماء بحجم بيرسي. وهو المطلوب. طبعا. وهو المطلوب ان طبعًا. انت تبقى دايما خايف ان اي حد يجي يلعب معاك، مش خايف. المشكله الان على مكانك. المشكله ان اللعيبه دي مش فاهمه ان هي مش هتبقى رقم اثنين. لو انت فاكر ان انت هتبقى رقم اثنين بعد اللي جاي ده تبقى غلطان، هتبقى رقم ثلاثه. ثلاثه واربعه كمان. في اللي جاي هتبقى 3 4. لا كل لاعب المفروض بيبقى فاهم الكلام ده كويس جدا. لا ما في لاعب، في لعيبه يا كابتن مش حاسه او المستوى اللي انت شفته، ما هو برده مش عايزين نحمل موسيماني الجزء الاكبر. لا في لعيبه معينه لازم تاخد بالها وتطور من نفسها وتعرف ان الوضع مش هيستنى كتير. القطر هيتحرك في الدوري، القطر مش هيستناك، مش هتكون موجود، هتنزل بالظبط كده. مهم جدا. كلام للتذكره. حضرتك بتقوله ده كلام للتذكره، مش هيستناك القطر. الاهلي عنده عناصر وعنده لعيبه كامله، بس مهم كباتن الفرقه لازم يتلموا ولازم نقفل ودنا شويه ونشتغل، لان الناس بتركز جدا مع خطاك وبتسيب ناس بتكسر ازاز ومحدش بيفتكرها ومحدش بيجيب سيرتها، وموضوع عدى ولا كانك في اي حاجه خالص، ومركز مع الاهلي. اصل موسيمين طبعا في اخطاء، بس لازم يا جماعه زي ما في موسيمين اخطاء نقول ان امبارح الحكم تغاضى عن ضربه جزاء، تغاضى عن حقيقه، تغاضى عن حالتين طرد. لا حالتين طرد، حالتين طرد في الشوط الاول. لعيبه النادي الاهلي هم ما فيهمش الهناده في الكره يا كابتن اسلام. ده برضو يا جماعه لكل الناس اللي بتتفرج علينا، ده مش لا احنا اول كلام اتكلمنا قلنا اخطاء. احنا اول حاجه اتكلمنا قلت لك في لعيبه لازم تعي ان هي الفتره اللي جايه مش هيستناها الدور. قبل ما نتكلم عن مباريات، احنا ما قلناش مباريات، احنا بنقول حقائق في ضربه جزاء. حقائق ركله الجزاء ده اعترف بيها حتى كل خبراء التحكيم قبل احنا ما نتكلم فيها. اعترف بيها اللي مش حلاوي. ما بقول لك يعني في الشوط الاول، في الشوط الاول في كوع واضح جدا لعلي معلول. لعلي معلول الجناح اليمين بتاعه بوضوح اداله انذار، يعني دي لا تقبل الشك ان يديله طرد. بس في حاجه يا كابتن مهمه جدا. اتفضل. هو ليه الناس ما توقفتش عند اصابه كابتن محمد الشناوي وما تمش تحقيق الموضوع؟ انا اتمنى يكون في تحقيق في اصابه محمد الشناوي. محمد الشناوي اصابته يعني، هو ليه انا المفروض مني كنادي اهلي اتحمل اخطاء غيري؟ ليه ما حدش يطلع ويقول يا جماعه الاصابه دي كانت 1 2 3؟ ليه ما حدش عايز يقول الحقيقه؟ لحد دلوقتي احنا مش عارفين الحقيقه لحد دلوقتي. ما تعرفش مين الصح ومين الغلط. هل الشناوي لعب؟ هل الشناوي ما كانش جاهز بنسبه 100%؟ حد يطلع يقول لنا الحقيقه. ليه الاهلي يدفع ثمن خطا ما حدش عايز يعترف بيه؟ اتمنى ان حد اتحاد الكوره، الجهاز الفني، المنتخب يطلع يعلن الموضوع. عارف مين اكتر واحد يجاوب على السؤال ده؟ الشناوي ولا غيره؟ لا، انا واحد من الناس تواصلت مع اطراف عديده من جهاز الفني المنتخب، وكلهم اقسموا بالظبط ان الشناوي نزل سليم، وقالوا من ضمن ردودهم في الكلام لو الشناوي مصاب لعب ليه. اذا مهما حققت وانا بقول لك خالد ان هو تمت اوريدي قاعده مع الشناوي واتكلموا في القصه دي، وكان في كلام قبل الماتش ولا بعد؟ لا لا لا، بعد ما جه للنادي واتكلموا، وكان في كلام خلاص نقفل القصه دي ونركز بالعقل. لو هو خارج هيقول له انا قلت ما شوطش بدون رجلي ليه وهو مش جاهز. انا قلت انا مش جاهز وانت صممت لا انا قلت ان انا ما شوطش. لو هو جاهز بنسبه 100% بيقول الكلمه دي زي دي ليه؟ انا في الاخر بتمنى، بعيد عن الاجهزه الطبيه، اتمنى حد مسؤول يطلع يقول حقيقه اصابه الشناوي واللي منين تحملها الاهلي. منين؟ منتخب طبعا. كوره منتخب هينكر طبعا. مش هيدين نفسه مستحيل يتحمل الاهلي نتيجه خطا هيقعد شهرين. حارس مرماك الاساسي هيقعد شهرين مش موجود. ده لا يقل من على لطفي الكلام. لا طبعا، انا الكلام اللي انت بتقوله ده عبد الحكيم بالظبط يوم الماتش بالليل انا كنت طالع هنا في البيت. انا شفت حضرتك فعلا نفس الكلام كده بالظبط. قلت لهم يا جماعه مفيش مشكله لما واحد يطلع، اي حد يطلع يقول لنا والله الشناوي حصل 1 2 3 ومن فضلكم قولوا لنا بس عشان نقدر نبقى يعني بنتكلم شويه وضوح. الناس محتاجه تعرف ايه اللي بيحصل يعني. ولكن في النهايه النادي الاهلي هو البيت الكبير،
طبعا لا مش البيت الكبير هنا، لكن هو النادي الاهلي بالفعل هو البيت الكبير يعني. انتوا بتتحمل كل الظروف اللي انت بتمر بيها بالظبط كده، وبتقدم تضحيات برضه من اجل المنتخب الوطني زي ما قدمت تضحيات في الموسم اللي فات بالظبط المنتخب الاولمبي في المنتخب الاولمبي ولعبت مباريات ولعبت مباريات اتصاب برضه قعد 3 شهور بالظبط موضوع الغضروف بس كان الامور واضحه. انا بتكلم على وضوح، انا بتكلم على مبدا التضحيه، انا بتكلم على لو كان في احمال بدنيه خاطئه الناس تقول، انا بتكلم على حته هو انت ليه بتخبي.